بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي، تكلمنا فيما سبق عن قصة كيفاه، ثم رأينا العبارات التي تعبر عن نقط زمنية بعينها في الزمن، نتكلم عن الدقائق والساعات والأيام، ثم تكلمنا عن العبارات التي تصف التطور الزمني لقصة، كما قلنا لو ديغولمون كرونولوجيك دو ليستواغ. إذا نتكلم عن التطور الترتيبي للزمن لقصة. فد الفقرة سنرى ليدات إليزوغيغ. إذا نتكلم عن ليدات يعني التواريخ، إليزوغيغ إذا نتكلم عن ليزوغ، إذا نتكلم عن ليزوغيغ غولاتيف أوزوغ باغ أوغ، ما له علاقة بالساعة أو عند كل ساعة. باغ أوغ يعني أننا تنذكر عند كل ساعة أشنو وقع، بحال القصة اللي ذكرنا. إذا الطفل الصغير حكى قصته عند منتصف الليل، تم نقل الأب إلى آخره. إذا نتكلم عن عند كل ساعة أشنو حدث، وملي تنتكلم عند كل ساعة أشنو حدث، ما تعنيش بأننا تنذكر الساعة فقط، بل نذكر الساعة والدقائق أيضا. أوغيغ تعني تابلو أنديكون ليزوغ دو ديبار داغيفي ديطخا. مثلا في محطة القطار نجد جدولا خاصا بدخول وخروج القطارات. إذا نتكلم عن ليزوغيغ دو تران، إذا نتكلم عن جدول دخول وخروج القطارات، إذا هذا يسمى أوغيغ. كما لو نتكلم عن جدول المواعيد أو جدول ساعات العمل يسمى أوغيغ. إذا عندنا هنا ليدات إي ليزوغيغ سون دي زانديكاسيون كي بيرميت de préciser des points sur l'axe du temps. إذا نتكلم عن التواريخ والساعات، إشارات أو توضيحات كي بيرميت التي تمكن de préciser، أن تمكن من توضيح ومن تدقيق دي بوان يعني نقط، يعني أن تحدد نقطا دي بوان sur l'axe على محور، على واحد المحور دي طون خاص بالوقت. إذن هذا الزمان الذي نعيشه نمثله بخط مستقيم ونضع عليه تطورات الأحداث حسب الوقت. il peuvent marquer l'heure يعني يمكن أن يدل على الساعة، يعني نتكلم عن هاد لي دات وهاد لي زوغيغ. il peuvent marquer l'heure يمكن أن يدل على الساعة، لو جور يمكن أن يدل على اليوم، لو موا أو الشهر، أو لاني ومعه أو يذكر فقط السنة. إذن ممكن بدل هاد الذي ذكرنا، ممكن أننا نذكر السنة فقط، وممكن أننا نذكر السنة ومعها هذا الذي ذكرنا قبلا، بحال شفنا قبل مثلا في قصة كيفاه، مثلا في قصة كيفاه ذكرنا ميركودي سي جانفي 2016. إذن ذكرنا السنة وذكرنا الشهر وذكرنا النهار والتاريخ ديال النهار. إذا ذكرنا جميع هاد المدققات إن صح التعبير. كان ممكن أننا نقول اون 2016 يعني في 2016، حتى هذه ممكن أن تحدث، يعني أننا تنحد سنة من بين سنوات أخرى. إذا حتى هذه نقطة، غير هي غتكون أقل توضيحا من هذه التي عندنا هنا ميركودي سي جانفي 2016. هنا نتحدث عن نقطة محددة بشكل أدق. إذن عندنا ميركودي سي جانفي 2016، إذن هذه نقطة محددة بشكل أوضح. أما عندما نقول مثلا إلي 22h30، إذن هنا ندقق ونوضح بشكل أكبر. في الفقرة الموالية عندنا جومونتخين أنا أتدرب، غولي عندنا لوفاب غوليي، ليي يعني أنك تربط، غوليي يعني أنك تربط مجددا. إذن غوليي ليزاكت دو باغول aux situations de communication qui leur correspondent. إذن غولي les actes يعني أنك تربط الأحداث أو الأفعال de parole الخاصة بالكلام aux situations يعني أنك تربطها بالحالات de communication، تربطها بحالات التواصل أو الحوار qui leur correspondent التي تناسبها، يعني تناسب هاد les actes. إذن غولي les actes، إذا سنتحدث عن أحداث أو أفعال دو بارول، يعني أنها تمت كلاميا، ستربطها بماذا؟
إذن عندنا عبارات تتحدث عن أفعال كلامية سنربطها بماذا؟ أو situation de communication سنربطها بحالات التواصل أو الحوار كيلوه كوريسبون التي تناسبها. سنفهم من خلال الجدول. عندنا مثلا demain nous aurons un devoir sur table. Demain nous aurons un devoir sur table. غدا سيكون لنا واجب على الطاولة. إذن هناك شخص قال هذا الكلام. إذن عندنا act de parole. عندنا كلام تم قوله. كما نقول تم فعله. Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, nous diffuserons ce film le jeudi 3 août à 20h30. مشاهدينا الأعزاء نوديفيزون سيرفر ديفوزي ديفوزي يعني بث. نحن سنبث سو فيلم هذا الفيلم لو جودي 3 اوت 20h30. اذا سنبث هذا الفيلم يوم الخميس 3 اوت 3 غشت 20h30 على الساعه 8:30 ليلا. اذا هناك شخص يقول هذا الكلام. Je t'ai envoyé un email la semaine dernière, très exactement le vendredi 18, très exactement le vendredi 18 novembre. يعني أنا أرسلت لك رسالة إلكترونية. Je t'ai envoyé un email la semaine dernière. أنا أرسلت لك رسالة إلكترونية يعني ميساج la semaine dernière يعني الأسبوع الماضي. Très exactement. إذا قلنا فقط exactement يعني بالضبط. هنا très exactement كما نقول بشكل أكثر ضبطا يعني بالضبط بشكل أكبر. le vendredi 18 novembre يعني يوم الجمعة 18 نوفمبر. أنا أرسلت لك رسالة إلكترونية في هذا اليوم بالضبط. ثم عندنا mon anniversaire aura lieu, mon anniversaire aura lieu le samedi 24 avril. ثم عندنا mon anniversaire aura lieu le samedi 24 avril. عيد ميلادي aura lieu سيكون له مكان. المقصود أنه سيكون le samedi 24 avril. le samedi 24 avril يعني يوم السبت 24 أبريل. إذن سنربط هاد الجمل التي قيلت سنربط هاد العبارات التي قيلت بالوقائع التالية. Hanan informe ses amis du jour de son anniversaire. Hanan informe ses amis du jour de son anniversaire. Hanan tukhbiru asdiqa'aha bi yawm 'eed miladiha. Hanan informe ses amis du jour de son anniversaire. Hanan tukhbiru asdiqa'aha bi yawm 'eed miladiha. Thumma 'indana un jeune garçon appelle à son copain la date où il lui a envoyé un message électronique. إذا نتكلم عن un jeune garçon إذا نتكلم عن طفلين rappelle à son copain يذكر صديقه بماذا la date où il lui a envoyé un message électronique. إذا هو يذكره بالتاريخ حيث أرسل له رسالة إلكترونية. ثم عندنا un professeur prévient ses élèves qu'une évaluation aura lieu au cours suivant. أستاذ يخبر تلاميذه مسبقا كون إيفالياسيون عندنا هنا كون إيفالياسيون بأن تقييما أوغا ليو سيكون له مكان. المقصود أنه سيكون أو كور سويفون في الدرس المقبل في الدرس التالي يعني في الدرس المقبل أو في الدرس التالي سيكون هناك تقييم. المقصود بأنه سيكون هناك واجب. ثم عندنا une présentatrice. إذا نتكلم عن مقدمة طبعا نتكلم عن الفيرب présenter. présenter يعني أنك تقدم. présenter يعني أنك تقدم. تقدم نفسك، تقدم شخصا، تقدم بضاعة أو تقدم خبرا. une présentatrice annonce la date et l'heure de projection d'un film aux téléspectateurs. إذا نتكلم عن مقدمة تعلن عن تاريخ وساعة بث فيلم للمشاهدين. إذا سنربط كل حدث بوصفه.
ناخذ مثلا دوما نوزورو ان دوفوار سور طابل، غدا سيكون لنا واجب على الطاوله. اذا بماذا سنربطه؟ هل سنربطه مثلا بحنان ان فور سيزامي دي جور دو سون انيفيرسير، حنان تخبر اصدقائها بيوم عيد ميلادها، هل سنربطه بهذا الحدث؟ او بيان ان جون غارسون ابل ا سون كوب لا دات او ايل لوي ا انفوي ا ميساج الكترونيك، هل سنربط هذا الخبر بهذا الوصف؟ او بيان ان بروفيسور بريفيان ses élèves qu'une évaluation aura lieu au cours suivant. Ou bien un professeur prévient ses élèves qu'une évaluation aura lieu au cours suivant. Et dans ta vente, c'est qu'on a dit. Et dans son arbitre wahid, batsi. Tout le monde en a. Chers téléspectateurs, nous diffusons ce film le jeudi 3 août à 20h30. Bimé de son arbitre, al-maqoulet tania. Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, nous diffuserons ce film le jeudi 3 août à 20h30. À 20h30. Et dans Taban Sanarbeto Bimada, Taban Sanarbeto Bidi. Une présentatrice annonce la date et l'heure de projection d'un film aux téléspectateurs. Tumarindana, Telitan, je t'ai envoyé un email la semaine dernière, très exactement le vendredi 18 novembre. Et dans Bimada Sanarbet, هذه المقولة الثالثة. إذن طبعا سنربطها ب بي ان جون غارسون رابيل ا سون كوبان لا دات او ايل لوي ا انفوي ا ميساج الكترونيك. ثم عندنا اخيرا لا كاتريام اكت دو بارول مون انيفيرسير اورا ليو لو سامدي 24 افريل. إذن بماذا سنربطها؟ إذن سنربطها بالوصف الباقي اللي هو حنان انفورم سي زامي، حنان انفورم سي زامي دي جور دو سون انيفيرسير، اذا حنان تخبر اصدقائها بيوم عيد ميلادها. ثم عندنا هذه الاسئله، اذا عندنا ثانيا ريبون او كيستيون سويفونت اون امبلويون دي زانديكاسيون دو طون، اذا اجب عن الاسئله التاليه اون امبلويون يعني مستعملا دي زانديكاسيون دو طون، اذا مستعملا اشارات توضيحية للوقت. بريسيز لو جور لو موا او لاني، المقصود هنا انك تحدد لاني، تحدد السنة. اذا استعملنا هاد او يعني تستعمل هذا او هذا، اذا تحدثنا عن اي و المقصود باننا سنستعمل لو جور لو موا لاني والسنة. اذا ممكن اننا نستعمل فد الجواب اليوم والشهر ثم السنة، او نستعمل فقط لو جور لو موا، او في خيار اخر نستعمل لاني. اذا نختار بين الجمع بين السنة وبقية المحددات الزمنية ان صح التعبير، او اختياري احدهما. اذا بريسيز لو جور لو موا اي او لاني، اذا استعملنا اي المقصود بريسيز لو جور لو موا اي لاني، يعني غنحدو اليوم والشهر والسنة. طبعا عندنا واحد البار هنا، اذا استعملنا او بدل اي، إذا المقصود هنا بريسيز لو جور لو موا أو لاني، يعني استعمل اليوم والشهر أو السنة، يعني غتستعمل وحدة فيهم على أي. ممكن أن الإنسان يستعمل الاثنان معا. إذا كون إيتي ني، كون إيتي ني، متى ولدت، عندنا الفيرب ناتخ، كون إيتي ني، متى ولدت. إذا ممكن أنني أقول مثلا لو جودي أو بيان لو فوندرودي أو بيان لو سامدي أو بيان لو ديمونش إلى آخره، 26 ماي أو 23 أفريل أو بيان 25 أوت أو بيان 12 سبتمبر إلى آخره، مثلا 2005 2006 أو بيان 1999 أ 9h30 أو بيان أ 7h دي ماتان مثلا أ مينوي إلى آخره. إذا ممكن أننا نعطي المحددات الوقتية بالطريقة التي نشاء. كونت بارون سو سونتيل ماريي، متى والديك هم تزوجا، عندنا لو فيرب سو ماريي يعني تزوجا، طبعا ماريي يعني انك تزوج شخصا. اذا كونت بارون، متى والديك سو سونتيل ماريي هما تزوجا، طبعا مثلها مثل كون اتوني، متى انت ولدت. ممكن أننا نذكر الجواب مباشرة، نقول مثلا لو جودي 26 ماي 2005
إلى آخره. أو نقول مثلا جو سوي ني، أو مثلا نقول جو سوي ني، أنا ولدت لو جودي 26 ماي 2005 ان 9h30 مثلا دي ماتان. نفس الطريقة هنا، مي بارون سو سون ماري، يعني آبائي أو والدي أنهما تزوجا لو 13 فيفري، لو 13 فيفري مثلا من 1998 مثلا في 1998 مثلا. كون أتو رونكونتري طون ميور أمي، كون أتو رونكونتري، متى أنت التقيت، عندنا الفيرب رونكونتري. كون أتو رونكونتري، متى أنت التقيت طون ميور أمي، صديقك المفضل، صديقك المفضل، طون ميور أمي، أحسن صديقك كما نقول. إذن ممكن أنني أقول جو لي رونكونتري أ 2003 مثلا، أنا التقيته في 2003، جو لي رونكونتري أ 2003، أو بيان جي رونكونتري مون ميور أمي، أنا التقيت صديقي الأحسن كما نقول أو المفضل أون 2010، يعني في 2010. ثم عندنا لا تخوازيام كيستيون، عندنا السؤال الثالث، كومبليت لي فراز سويفونت بار اون انديكاسيون تومبوريل، إذن أتمم الجمل التالية بمحدد زمني. تومبوريل تجي من لو طون، لو طون هي الزمان. إذن كما نتكلم عن مؤشر زمني أو محدد زمني، إذن لو بخومي تخابا، إذن القطار الأول ينطلق أ في كذا وكذا، إذن سنعطي وقتا. لو بخومي تخابا أ 6h مثلا دو ماتان، مثلا نقول لو بخومي تخابا à 4h du matin, à 6h du matin, à 7h30, à 9h10 du matin, إذن مع التاسعة وعشر دقائق صباحا، إذن نعطي الوقت الذي يلائم. ثم عندنا نو سورتيرون، نحن سنخرج في وقت محدد، مثلا نو سورتيرون à midi، نحن سنخرج مع منتصف النهار، أو بيان نو سورتيرون à minuit، نحن سنخرج في منتصف الليل، أو بيان سورتيرون أ 15h، نحن سنخرج في الثالثة مساء. ثم عندنا نقاط، ثم لا تومبيت أ غافاجي لا كوت، لا تومبيت أ غافاجي لا كوت. إذا كما نقول بأن العاصفة، كما نقول بأن العاصفة دمرت الشاطئ، العاصفة دمرت الشاطئ، العاصفة أتلفت الشاطئ. بقي لنا أن نقول متى، إذا نقول مثلا hier soir، بالأمس مساء لا تومبيت ا رافاجي لا كوت، إذا بالأمس مساء العاصفة دمرت وأتلفت الشاطئ. طبعا عندنا لا كوت هنا تتعني الشاطئ، تنشوفوا هاد أو فوق منها أكسون سيركونفليكس، ردوا البال هنا كاينة واحد الكلمة أخرى حتى هي تتسمى لا كوت، عندنا لا كوت بهاد لاكسون سيركونفليكس تعني الشاطئ، وكاينه كلمه اخرى حتى هي تتسمى لاكوت المقصود بها النصيب، ولكن بدون هاد اكسون سيركونفليكس، بدون هاد لاكسون اللي على او. اذا نقول مثلا كما قلنا hier matin او bien hier soir la tempête a ravagé la côte. ثم عندنا جو ديفلوب، اذا جو ديفلوب يعني انا اطور، المقصود أنني غناخذ واحد الجمل ثم أطورها في دي فراز، يعني أنك تفعل جملا، تجعل جملا دون ليكال، التي فيها، إذا أنت ستضع جملا دون ليكال التي فيها تي أنديكخا، أنت ستدل على ماذا؟ أن بوان دون لو طون، ستدل على نقاط في الزمن. إذا سنعطي مثال لذلك، إذا نقول مثلا شاك ماتان أو بيان شاك سوار سوف لو فوندرودي، سوف لو فوندرودي، إذا كل صباح، شاك سوار كل مساء، سوف لو فوندرودي إلا الجمعة، إذا كأنك تعطي نقطة زمنية، شاك متى تعطي نقطة زمنية، شاك سوار أو بيان شاك سواري، إذا كل أمسية أنك تعطي وقتا محددا إلا الجمعة، إذا باستثناء الجمعة. أو بيان سوف لو ديمونش إلا الأحد، سوف لو لاندي إلا الإثنين، أنك تذكر ما تشاء، تحدد من هذه العبارات التي تدل على النقاط الزمنية ما تشاء. جو مو ليف أ 6h30،
جمولاف السيزور ترونت، يعني أنا أستيقظ مع السادسة والنصف. جمولاف السيزور ترونت، يعني أنا أستيقظ مع السادسة والنصف. عندنا هنا الفيرب سولوفي، سولوفي يعني أنه تعني استيقظ من السرير من النوم، وتعني وقف من مكانه. إذا عندنا الفيرب سولوفي. أما الفيرب لوفي المقصود بأنك ترفع شيئا، مثلا تقول جو لاف مون دوا، أنا أرفع أصبعي. إذا كأنك تقول بأنك ترفع شيئا آخر. هنا اللي عندنا الفيرب سولوفي، يعني استيقظ، أو في معاني أخرى تيجي بمعنى وقف من مكانه. أما لو ذهب لوفي ماشي سولوفي، يعني أنك ترفع شيئا، كما قلنا إيلاف صندوة هو يرفع أصبعه، أو مثلا إيلاف أليفر يعني هو يرفع كتابا. إذا نكمل مع العبارة، جو برون مون بوتي ديجوني أساتور، أنا آخذ، عندنا لو بروندر مون بوتي ديجوني، أنا آخذ فطوري أساتور مع السابعة صباحا طبعا، أساتور ترونت، ومع السابعة والنصف جو سوي ألاغي لوطوبيس، أنا أكون عند موقف لوطوبيس يعني الباص، يعني المقصود أنني تنوقف في المكان اللي توقف فيه الطوبيس. جو سوي ألاغي لوطوبيس، جو سوي ألاغي لوطوبيس. طبعا عندنا لاغي تجي من فعل أغيطي يعني أوقف، ساغيطي بنفس الطريقة يعني توقف. إذا جو سوي ألاغي لوطوبيس يعني أنا عند موقف الباص. أويتور، وفي الثامنة جو سوي أليكول، يعني أكون أنا في المدرسة. أويتور جو سوي أليكول، وفي الثامنة أنا أكون في المدرسة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.